فاللغة العربية طبعا كانت هي اللغة المحلية أو لغة الدولة والشعب والتعامل والكتابة قبل أن تكتب اللغة الصومالية. احتفظ الشعب الصومالي باللغة العربية قديما، وعليه تمكنت اللغة العربية من الانتشار في القطر الصومالي وأصبحت لغة الدولة الرسمية، وصيروا بها الأعمال الإدارية قديما، وتم استخدامها في مجالات كثيرة منها المعاملات التجارية والتعليم وتوثيق العهود والتأليف والاتصال والصحافة وغيرها. أكثر من 30% من الكتابات الصومالية من أصل عربي. فالدراسة الثانية تقول أو تشير إلى أن نسبة الإنفاذات العربية في اللغة الصومالية حوالي 75% من ألفاظها، وذلك بعد إدخال شيء من التحريف أو القلب بعض الكلمات العربية تنطق في اللغة الصومالية بلفظها وبشكلها دون أي تغيير. على سبيل المثال واجب، يقين، نكاح، مسجد، علامة. فكلمة جاهل هي كلمة عربية لا شك، وبحين هي كلمة صومالية، فأصبحت كلمة واحدة تدل على معنى واحد. تألف اللغة الصومالية من 22 صوتا صامتا كلها نفس الصوامت العربية لا زيادة عليها. اللغة الصومالية تأثرت بأسلوب أو بالقواعد النحوية والصرفية لدى اللغة العربية. غزو الاستعمار عندما وصل إلى المنطقة وبذل الجهود أو مجهودات جبارة في تغيير هذا الاتجاه إلى اللغة العربية والتعامل بها واستخدامها وغيرها، وكتابة اللغة الصومالية إلى بالحرف اللاتيني.